السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ أخبارنا من الريمونتادا التاريخية للفوتبول ضد برشلونة، حيث حقق نادي الفوتبول الإنجليزي فوزا عريضا على برشلونة الإسباني برباعية نظيفة للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي. وقد غاب محمد صلاح عن لقاء ليفربول وبرشلونة مساء الثلاثاء بأيام نصف النهائي بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء نيوكاسل بالدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي. وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر المعنى واضح، مشيرا بهذه الجملة إلى الرسالة التي كان يقصدها قبل اللقاء بارتداءه قميص المكتوب عليه لا تستسلموا أبدا. وقال مدرب برشلونة: لا أدري كيف سيؤثر ذلك علي، ها نحن هنا، على المدرب تحمل المسؤولية. وأضاف: إنه أمر مؤلم للغاية بالنسبة لنا، خاصة بالنسبة لجمهورنا، إنه العام الثاني الذي يحدث فيه عودة أمامنا من هذا القبيل. اشتعلت الأمور بعد الهدفين السريعين لليفربول، فقدنا السيطرة ولم نقاوم وسيطروا على المباراة. وأكد فارفيردي: إنها نتيجة مرعبة لنا ولمشجعينا، لكن الفضل يعود إلى ليفربول، انتهت الأمور بنا بهدف رابع، لم نتمكن من الرد. الشيء الأكثر يؤلمنا أن ما حدث أمام روما يتكرر الليلة، أردنا التركيز لتجنب ذلك. وواصل: لقد كانوا أفضل منا وعلينا قبول ذلك. هدفهم الثاني الحق بنا للأذى بشكل كبير، وجاء الهدف الثالث مباشرة بعد ذلك. لم نحول فرصنا إلى الأهداف. عندما يعود الفريق أمامك مثل ما فعل ليفربول، لا يمكن أن يكون هناك أعذار. وواصل فارفيردي: كنا متوقعين أن يلعب ليفربول على هذا المستوى مقارنة بالمباراة الذهب، وهذا ما حدث، ولم نتمكن من التخلص من الضغط العالي. كنا مستعدين لكل المباراة، كانت مفاجأة فاجأتنا. ووجه نادي برشلونة الإسباني رسالة إلى فريق ليفربول الإنجليزي بعد خسارة اليوم برباعية في ملعب أنفيلد والإقصاء من الدوري أبطال أوروبا. ونجح ليفربول في الفوز برباعية نظيفة والتأهل لمباراة النهائية عن طريق هدفين سجلهما أوريجي ومثلهما هدفين سجلها الهولندي رينالدوم. كتب حساب ليفربول بعد الفوز على برشلونة: نحن ذاهبون لمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا في مدريد. يرد على ليفربول الحساب الرسمي لنادي برشلونة كاتب لهم: مبروك التأهل. وينتظر ليفربول في المباراة النهائية يوم 1 يونيو المقبل الفائز من أياكس الهولندي وتوتنهام الإنجليزي يوم غد الأربعاء.